مشاهدينا أسعدتم مساء. سيطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة خلال أيام الأسبوع القادم. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أما الأحوال الجوية المتوقعة ليوم غد الأحد، فيوم غد الأحد سيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلاتها. المناطق الشمالية العظمى 15 والصغرى 7، هناك احتمال لسقوط بعض الأمطار لفترة محدودة، وفي أقصى شمال المملكة يوم غد الأحد في فترة ما قبل الظهر. المنطقة الوسطى عمان 11-4، وأيضا الكرك والطفيلة 9-4، منطقة معان 15-4، والعقبة 25-16، والمناطق الشرقية 18-5 درجات مئوية. أجواء مشمسة يتخللها ظهور بعض السحب. أما الأجواء يوم الاثنين أيضا توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي. يوم الاثنين تقريبا تصل إلى قريبة من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة. أجواء مشمسة بالنهار لكنها تميل إلى البرودة ليلا. العظمى في المناطق الشمالية 20-11، عمان 15-9، الكرك والطفيلة 13-8، إمعان 17-7، وخليج العقبة 28-21، ومنطقة رويشد 19-8 درجات مئوية. يوم الثلاثاء تنشط الرياح، وبالتالي مع حدوث ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة ما بين 3-4 درجات مئوية. المناطق الشمالية 22-12، عمان 19-10، ممكن توصل في المناطق الشرقية من عمان 20-21، الكرك والطفيلة 19-9، معان 22-12، وخليج العقبة 31-21 درجة مئوية، والرويشد أجواء مغبرة، والعظمى 23 والصغرى 11 درجة مئوية. يوم الأربعاء انخفاض قليل لكن تبقى درجات الحرارة حول المعدل أو أعلى من المعدل بقليل. أيضا أجواء مشمسة يتخللها ظهور بعض السحب العالية والمتوسطة. الإربد 20 أو المناطق الشمالية 20-11، عمان 17-9، والكرك والطفيلة 16-8، معان 21-10، والعقبة 30-20، ومنطقة الرويشد هناك احتمال لسقوط زخات متفرقة من المطر، والعظمى المتوقعة في الرويشد 25-10 درجات مئوية. هذا الكلام يوم الثلاثاء إن شاء الله، وخاصة في فترة ما بعد الظهر وليلة الثلاثاء على الأربعاء، احتمال زخات رعدية من المطر في أقصى المناطق الشرقية من المملكة. يوم الخميس أيضا أجواء ارتفاع آخر على درجات الحرارة، أجواء مشمسة يتخللها ظهور السحب العالية والمتوسطة، وبتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين 3-5 درجات مئوية. المناطق الشمالية 24-16، عمان 20-21-14، والكرك والطفيلة 19-13، معان 24-14، وخليج العقبة 31-24 درجة مئوية، ومنطقة الرويشد 25-14 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، يوم الجمعة أيضا راح يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بشكل واضح وكبير، وتظهر السحب العالية والمتوسطة. المناطق الشمالية 28-19، أيضا عمان ما بين 26-28 العظمى، والصغرى 16 درجة، الكرك والطفيلة العظمى 26 والصغرى 17، معان العظمى 29 والصغرى 20، خليج العقبة العظمى 35 والصغرى 28 درجة، ومنطقة الرويشد 30 العظمى والصغرى 19 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، نتمنى للجميع أسبوعا إن شاء الله سيطرأ ارتفاع تدريجي فيه على درجات الحرارة، وننعم بالدفء في نهاية هذا الأسبوع. ولكم تحية طيبة مني ومن طقس العرب. النشرة الجوية
تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.